قصتنا اليوم يا أحباب عن خلق جميل، وهو مساعدة الكبار. نساعد الكبير، عاد ثابت وختام من المدرسة. نظرت ختام خلفها فرأت رجلا كبير السن يحمل سلة خضار. قال ثابت: هل تسمح لنا أن نساعدك يا عمي؟ قال الرجل: تفضلا. حملت ختام السلة وأمسك ثابت بيد الرجل. قال الرجل: بارك الله فيكما، مع السلامة. نجيب شفويا، شاركونا يا أطفال. واحد، ماذا رأت ختام خلفها؟ ماذا كان الرجل يحمل؟ ماذا فعل ثابت وختام؟ ماذا قال الرجل لثابت وختام؟ إذن يا أطفال، نتعلم أن نساعد